عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الميديكال. إن شاء الله تكون هي الحلقة الأخيرة زيد راهو في الموسم هذا، وإن شاء الله نتقابلوا في المواسم أخرى. ما خلينا نحكيوا على مواضيع الحلقة هذه، شو نحكيوا على الصغيرات والرضاعة الطبيعية، ولكن إلى ما بعد الرضاعة الطبيعية الناس ممكن اللي ما تعرفش تكمل ترضع، وإلا عندها مشاكل ما خلتهاش ترضع. شو نحكيوا على حليب الحقوق؟ وي، وشنو هو البيان في نتاعو، وقتاش نجموا ناخذوه، وممكن لنا هو عمر نكملوا ناخذوا الحليب الحكوك. باش نحكيوا زيد على التجميل نتاع الشفايف، برشا عباد بعثوا لنا حكيوا على تجميل الشفايف والموضه ذي ومش عجبتهم. اليوم باش نحكي لهم علاش نعملوا تجميل الشفايف وشو ما ممكن الحاجات الباهيه اللي فيها. باش نحكيوا زيد على كيف نحبوا نعملوا ديتوكس ولا نحبوا نضعفوا، ساعات نخلطوا الاعشاب اللي تنجم تضرنا في صحتنا، باش تعرفوا عليهم الاعشاب هذوما وكيفاش لازمنا ناخذهم بطريقه تكون صحيه. دونك اليوم هذا اللي باش نحكيوا فيها في حلقتنا، لكن قبل خلينا نرحبوا بالدكتوره مروه السحباني اللي هي اخصائيه في امراض النساء والتوليد. مرحبا بك مدام. عايشك مدام فاطمه، ميرسي. دونك دكتوره، اليوم باش نحكيوا على حاجه مهمه برشا اللي هو سن الامل او سن الياس اللي هو المينوبوز. باش نحكيوا عليه على خاطر تعرف برشا نساء ممكن ما يعرفوش اللي هما قاعدين يمروا بالمرحله هذية نتاع بدايه او ما قبل سن الامل، وتصير لهم تغييرات هكية في بدناتهم حتى في الكومبورتمون نتاعهم، وما يعرفوش يفسروه وما يعرفوش انه هي حاله بدايه سن الامل. دونك نعطيك الكلمه، كيفاش المراه من انه عمر ممكن نبداو نحضروا لسن الامل او المينوبوز؟ باهي، دونك جينيرالمون معناتها بوغ لا ماجوريتي نتاع النساء، سن الامل يبدا بين عمر 45 ل 55 سنه، ويختلف هذا صحيح، احنا فما ديكالاج كبير نتاع 10 سنين، لكن يختلف على حسب معناتها الجينات نتاع المراه، على حسب المخزون نتاع البويضات نتاعها، على حسب وقتاش بدا البلوغ. دونك هذوما الكل يدخلوا في وقت انتهاء الدوره الشهريه اللي هو الانتهاء معناتها ديفينيتيف اللي هو يعلن سن الامل. باهي، دونك صحيح فما نساء اللي يجيهم قبل سن 45 سنه في الاربعينات وحتى ما قبل الاربعينات، ذوكم ديكا اكسبسيونيل، وكيبدا قبل 40 سنه هذاك نجم يولي يدخل في حاله مرضيه يتسمى مينوبوز بريكوس. هذه نخرجوا من الفيزيولوجيك، دونك خلينا في الحالات الفيزيولوجيه العاديه اللي هي بين 45 سنه و 55 سنه. اللي هي بين 45 ل 55 دكتوره، هات نفسروا للناس، انا كيف نقول نحضر السن الياس او سن الامل، اش معناها؟ معناتها يبداو العاده الشهريه نتاعي تنقص، والا انا في ال 45 نقوم في شهر هذاك نلقى روحي ما عادش عندي حيث. جوستومون هو معناتها سؤال مهم، خاطر الديفينيسيون نتاع سن الامل هو انقطاع الدوره الشهريه لمده سنه كامله، معناتها سنه كامله المراه ما تجيش الدوره الشهريه، وقتها نقولوا سي اون فام مينوبوزي، فاهمين؟ لكن فما علامات تدوم سنوات، جينيرالمون بين 3 و5 سنين، فما علامات تعرف المراه اللي هي قاعد البدن نتاعها يهيئ في روحه باش ينقطع. فوالا، تتسمى هذه ما قبل سن الامل، تسمى لا بخي مينوبوز اللي هي تدوم سنوات. اللي هي تبدا من 45 الاعراض هذوما. لا، تنجم تبدا حتى 4 سنين 5 سنين قبل ال 45. معناها من 45 ل 55 نجم في عام فيهم ينقطع. فوالا، هذاك هي هذيك الديفينيسيون معناتها التعريف نتاع سن الامل. اما الاعراض تنجم تبدا من 45. فوالا، الاعراض تنجم تبدا 5 سنين بين معناتها 3 و5 سنين قبل ما نوصلوا لل 45 سنه. شنو هما الاعراض مثلا؟ بون، بالنسبه للاعراض تنجم تكون على مستوى الدوره الشهريه، تكون لخبطه في الدوره الشهريه، كيما تنجم الدوره الشهريه توخر برشا، ما عادش تجي كل شهر، تنجم تقعد تولي تجي كل شهرين، كل 3 4 مرات في العام، دونك معناتها تولي طويله، كيما تنجم تولي دوره تجي فيسع، معناتها كل 20 يوم تعاود ترجع الدوره. هذوما زوز من العلامات اللي البدن قاعد يحضر معناها لسن الياس. فوالا، فما علامات اخرين كيما الفوار، لي بوفيت شالور. الفوار هما من بين الاعراض اللي تبدا الاولانيه، معناها فما نساء تجي تعدي على الفواره، واحنا نعرفوا اللي هي قاعده تحضر لمرحله المينوبوس. فما زاده العرق في الليل اللي تجي تقوم تقول لك انا قمت نلقى روحي منفخه بكلي بالعرق، ما فهمتش شنو السبب، نجم يكون زاده علامه من العلامات.
فما زاد لي تروبل دو ليمور، معناها تولي المراه على اعصابها، تحس روحها قلقه ما تعرفش من شنو قلقه، ما تقلق غير مفسر، معناتها النفسيه نتاعها هكا تتلكش نقولوا احنا معناها تزيد فما دوزه زايده شويه على العاده ولا هذوما هما تروبل دو ليمور اللي قلت لك البوفي دو شالور. فما حاجه اخرى زايده لا سيشريس فاجينال اللي هي الشيح المهبلي. هذوما علامات مش من علامات من علامات فوالا اللي نقص هرمون الاستروجين في البدن تخلي انه تنجم تعطينا العلامات هذوما. خاطر هو اش معناها المراه تدخل في سن الياس، معناها المبايض نتاعها ما عادش يخدموا كوريكتومون، التبويض نتاعها ما عادش منتظم، والهرمونات نعرفوا اللي اسونسيالمون هرمون الاستروجين تجي من الافرازات نتاع المبيض. اذا كان المبيض التبويض ما عادش منتظم، دونك الهرمونات تنقص في البدن، نقص هرمون الاستروجين في البدن تعطينا العلامات العلامات هذوما. علاش دكتوره بالنسبه للنساء ولا للرجال انه سن الياس او سن الامل عند المراه وكانه هو سامحوني في الكلمه ديجا انا بدي امراه وكانه بدايه نهايه ولا ما فهمتش؟ بورتو هي المراه الحاجه الوحيده اللي ممكن تولي ما عادش قادره عليها هي انه هي ما عادش تجيب صغار وكها فوالا جوستومون عمرها اما حياتها العاديه سكي عاديه جوستومون حياتها العاديه تنجم تواصل معناها حتى عادية. علاقتها الزوجيه تواصل بطريقه عاديه سوف يلزم شويه نقولوا احنا اونتروتيان زايد لهوة زايده. فما حاجات كي بداونا العلامات هذوما فما طرق وقايه يخليو ما نوصلوش للمرحله نتاع مثلا الشيح المهبلي، ما نوصلوش لمرحله مثلا لي بوفي شالور، يعني فما حاجات ديزاستوس ناتشوريل وفما حتى مكملات غذائيه، فما زاده ليجين دو في معناها حاجات ناكلوهم كيما نبعدوا على ستريس، نبعدوا على شو اسمهم ليزيكسيتون كيما القهوه التي سخانه برشا، هذوما كل حاجات كي تبدا المراه في تحضر للمينوبوز ماذا بها تولي اليفيت معناها حاجات هذوما فوالا باش القلق ما يصير لهاش يكون اقل حاجه ممكنه باش هي تنجم تمارس حياتها العاديه فوالا. شنو مثلا الحاجات اللي لازم المراه تعملهم ولا تنجم تعملهم باش تكون حتى التحضير لسن الياس وسن الياس يكون عادي معناها ما يقلقهاش برشا؟ فوالا دونك المراه في العمر هذايا لازمها تتلهي بروحها، دون لو سونس لازم تكون عندها اون اكتيفيتي، معناها مش لازم نكون احنا باش تعمل سبور، لكن تكون تتحرك، معناها لا سيدونتاريتي ماهيش حاجه باهيه، كيف كيف كما قلنا البلايص سخونه برشا، كيف كيف تنجم العلامات تنجم تزيد لنا في العلامات، كيف كيف قلت لك مثلا شرب القهوه التي ستريس هذوما الكل ماكله صحيه، فما حتى لي زوستروجين اللي موجودين في اعشاب طبيعيه نجموا معناها فما دي زانفيزيون فهمت، فما حاجات طبيعيه نجموا يعني نقولوا كان باستشاره الطبيب بالطبيعه باستشاره الطبيب بعد نحكيو على اللي ياخذوا في الاعشاب بطريقه كيك عشان يقدروا على بالطبيعه على ديما احنا نحكيو في اطار اذا كان المراه بداوها العلامات هذوما لازمها تعمل كونسلتاسيون عند الطبيب نتاعها وهو يعطيها من الاول نصائح معناها بحاجات طبيعيه، وبعد انت والحده نتاع العلامات تنجموا نتعداو يا اما المكملات الغذائيه يا اما معناها حتى نوصلوا حتى دي تريتمون هرمونو معناها الهرمونات بيان سور انت والحاله ما فما حتى شيء نجموا ناخذوه من غير طبيب، خاطر كل حاجه تنجم تكون عندها مضار اذا كان ما تتخذش بوصفه طبيه. لي كومبليمون اليمونتيغ مثلا شنو باش يعملوا لنا مثلا شنو هما الباز نتاعهم باش نجموا ناخذوا؟ فوالا لي كومبليمون اليمونتيغ سا ديبون انت والسامبتوم، خاطر احنا حكينا اللي المينوبوز عندها بليزيور سامبتوم. ما نجموش يجيبوا كلهم هما فوالا ما تنجمش مثلا مثلا تاخذ انت ان كومبليمون يل تريت مثلا اما المراه تجيب الاعراض نجموا يجيها الاعراض بطريقه متفاوته معناها مش النساء الكل يجيو بنفس الاعراض، فما شكون يجيها اكثر الشيح المهبلي، فما شكون جهه اكثر الفواره، فما شكون جهه اكثر لي تخبل دو ليمور مشاكل النفسيه، دونك هذاك علاش المراه كي يبدا عندها حاجه من هذوما تمشي تعدي ولا حسب هي القلق اللي عندها الطبيب نتاعها يعطيها النصائح ويعطيها المكملات الغذائيه على حسب الحاله نتاعها. فهمتك. مثلا احنا نقولوا باغ اكزومبل نعرفوا اللي المينوبوز والا معناتها المرحله هذيا تنجم تعطينا نقص في الكالسيوم ونقص في الفيتامين دي في بدنا، وهذا ناتج على نقص الهرمونات بالطبيعه. دونك من الاحسن من الوقايه باش ما نوصلوش لمرحله هشاشه العظام اللي هي بتقلق اي امراه في عمر معين،
الطبيب نتاعها ينجم يكتب لها مكملات غذائيه اباز دو فيتامين دي اباز دو كالسيوم باش العظام نتاعها يولي قوي، باش هي بعد بعد المينوبوز تلقى روحها البدن نتاعها قوي وما تتعرضش للمشاكل اللي كنا نحكيو عليهم، باش تنجم تعيش حياتها عاديه بصفه عاديه ما تتقلقش. فوالا كيف كيف مثلا في الشيح المهبلي اللي هو ستا موتيف دو كونسلتاسيون تري فريكون، معناها يجيو برشا نساء يعديو على الشيح المهبلي، خاطر الشيح المهبلي يقلق المراه، يكثر لها في الريسك نتاع لي زانفيكسيون، ويقلقها في حياتها الزوجيه، تولي في العلاقه الزوجيه ماهيش مرتاحه، وينجم يخلق مشاكل في الكوبل، باش احنا ما نوصلوش في عمر معين، نقولوا احنا العلاقه الزوجيه تفسد، كيف كيف فما زاده دي كريم والا دي جيل، فما زاده نوع نتاع اقراص تحط في وسط المهبل، معناتها فات اللي تحطوا في مهبلي، اللي هما اباز داسيد هيالورونيك. ديزيدغاتون يعملوا معناها ايدغاتاسيون للمهبل باش نبعدوا على المشاكل نتاع الشيح وباش نقصوا من لي ريسك نتاع لي زانفيكسيون، خاطر كي يشيح المهبل يولي المراه معرضه اكثر لي زانفيكسيون والمضار اللي يجيو على من لي زانفيكسيون من بعد. ولي زورمون بيان سور اكيد معناتها لازم الطبيب هو اللي يعطيهم، ما ناخذهمش لي زورمون. لي زورمون علاش ما ناخذهمش من ريوسنا؟ اول حاجه فما دي دوز معينين، ثاني حاجه فما دي كونتر انديكاسيون، معناها مثلا المراه اللي عندها في عيلتها هي ولا في عيلتها شكون عندها مثلا المرض نتاع سرطان الثدي، ممنوع عليهم منعا باتا انهم يستعملوا الهرمونات. بالضبط، خاطر وقت اللي يستعملوا الهرمونات باش نصلحوا حاجه نجموا نكري ان تيغان فافورابل باش يتخلق لنا مثلا سرطان الثدي. هذاك علاش ديما يلزم وصفه طبيه. وكيف كيف تزاد علامات خفيفه معناها ما نوصلوش ديما نخليو تريتمون هرمونال اخر حاجه. معناها اكيد باستشاره وبعد تحاليل وبعد استوديك والله يشفي الناس الكل وبعد عليهم الاذى. دونك هذوما ممكن اغلب النصائح اللي ممكن المراه اللي قاعده تحضر والا هي ديجا في البيريود هذه نتاع سن الامل تاخذهم. دونك دي كومبليمون اليمونتير قلنا، ديما استشاره طبيب الاعشاب. بربي يا دكتوره ما نحبش نمشي ونقولها هكاك وكا هو الكلمه. دونك الاعشاب ما يلزمش اي واحد يقول لي برا اعمل جو سي با انا ميراميه ولا ما نعرفش شنو يعني نمشي ناخذها وكهو جوستومون. اي خاطر ساعات الدور ساعات ممكن طلع دي زغمون على دوتر هرمون. يعطيك الصحه. اون فيت فما لي استروجين ناتوريل يسميو لي فيتو استروجين اللي هما موجودين في النباتات اللي هما عندهم نفس المدار كيما الهرمونات اللي هما عندهم نفس لي كونتر انديكاسيون. معناها ما نجموش ناخذوا نبته ما نعرفوش الكومبوزيسيون نتاعها شنو من داخل والكونتيتي بيان سور اللي فيها الكونسنتراسيون نتاع الفيتو استروجين اللي هي تنجم تعطي المضار نفس المضار ما تعطي نجم تعطي سرطان الثدي. دونك اي ترد بينا مش تقول اعشاب دونك ما تضرش. لا 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 الاعشاب تضر بيان سور حاجات هرمونيه. ميرسي بوكو دكتوره، يعطيك الصحه دكتوره مروه صحباني اخصائيه في امراض النساء والتوليد. خلينا نشوفوا سبوت الخاص باوباليا ريكورداتي. دونك هذه كانت سبوت الخاصة بمخابر أوباليا ريكورداتي وبحذنا هاجر الهيشر اللي هي مندوب طبي بمخابر أوباليا ريكورداتي. مرحبا بك هاجر. عايشك، ميرسي فاطمة على الاستضافة. يعيش أختي. دونك كما العادة متأكدة معناها أنه أوباليا ريكورداتي محضرة حاجات للمرأة اللي تمر بمراحل سن الامل او سن الياس وعطتنا دي برودوي. دونك نعطيك الكلمه هاجر. اي بيان سور، نحن في اوباليا معناتها نخمو في المجتمع الكل وفي المراه اون بارتيكولي. دونك اليوم عندنا مدام سيميا اللي هي في سن المينوبوز اللي هو سن الامل. دونك تعاني من الاعراض اللي يجيو جوستومون في المينوبوز، دي ريغلومون هرمونال، دي بوفي دو شالور، سيشريس فاجينال، سيشريس كوتان. Donc, nous, à Opalia, on a prévu des produits spécialement conçus pour les gens qui ont eu la ménopause. Donc, quelles sont les choses que vous avez choisies à Opalia ou que vous avez faites à Opalia pour les gens? Donc, comme a dit le docteur Sahbini, la ménopause, c'est une période qui est difficile à l'homme. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont compatibles. Exactement. Il y a même tout le monde, mais ça dépend de toi et de l'homme. Tout le monde, ce qui est compatible comme choses. Donc, il y a des choses qui sont gênantes dans la vie de l'homme dans la ménopause, qui est la sécheresse vaginale, qui est le jaffé dans le mahbali. Donc, nous, à Opalia, nous avons un produit
كي ريبون للمشكله نتاع السيشريس فاجينال اللي هو ايالوجين. دونك ايالوجين سي ان برودوي ا باز داسيد هيالورونيك هذاك علاش اسمه ايالوجين. دونك لاكتيف سنترال سي لاسيد هيالورونيك. نحنا في اوباليا مغرومين بالاسيد هيالورونيك، عندنا توت اون جام ا باز داسيد هيالورونيك خاطر سي ان اكتيف اللي نلقاوه ناتورالمون في البو. البو تصنعو معناتها دو فاسون ناتورال، مي مع المينوبوز الكونتيتي نتاع لاسيد هيالورونيك مالوروزمون باش تقل برشا. دونك يلزمنا ان ابور اكستيريور بالاسيد هيالورونيك. دونك الاسيد هيالورونيك معروف بلي بروبريتي هيدراتون نتاعو باش يرتب باش يعالج مشكله السيشريس. ميزا بار لاسيد هيالورونيك باش نلقاو في اليالوجين لالوي فيرا اللي هي نبته الصبار اللي معروفه بلي بروبريتي ابيزونت نتاعو، باش نلقاو الكالوندولا الاقحوين، باش نلقاو الميلالوكا اللي هي الاغبراتي شجرة الشاي اللي عندها دي بروبريتون انتيسيبتيك، وسونتيلا استاتيكا. دونك البرودوي نتاعنا موجود في الفارماسيات الكل، ينجموا ياخذوها معناتها اون فونت ليبر في الفارماسي. فوالا هذا بالنسبه للسيشريس فاجينال. بي وبالنسبه للنساء اللي ممكن عندهم شيح في البشره نتاعهم باغي بالنسبه للسيشريس كوتاني، يا اما السيشريس نتاع الوجه ولا نتاع البدن، عندنا زيد ان دوزيام برودوي اسمه ايالوسكين كيف كيف ا باز داسيد هيالورونيك باش اون ابورت ان كونفور كوتاني خاطر البو تبدا شيحه برشا. دونك نستعملوه للوجه وللبدن بور ليدراتاسيون بور لا ريباراسيون، حتى كان عندنا جرح نجمو نستعملوه باش نعاونو في السيكاتريزاسيون، وزيد كيف كيف متوفر بارتو في لي فارماسي. باهي وزاد فما نقول من الاعراض اللي ساعات المراه يتيح شعرها ممكن تتقلق، معناها فما حاجات ممكن ياخذوا دي كومبليمون اليمونتيغ ولا حاجه اللي تنجم تعاوننا بيان سور كيما كيما زنك بلوس نتاعنا. دونك نحن عندنا ان كومبليمون اسمه زنك بلوس تري بيان دوزي اون زنك نلقاوه زاد في الفارماسيات الكل. الزنك ميزا باغ الفوائد نتاعو للشعر وللظوافر مهم ياسر لليمونيتي، خاطر زاد البريود نتاع المينوبوز ولا سن الياس ليمونيتي نتاع المراه باش تقل برشا، وعرفناه الزنك في الكوفيد بالفوائد نتاعو في الليمونيتي. زاد كيف كيف بالنسبه للبو يحسن من الكاليتي نتاع البو، وكيف كيف زنك بلوش نلقاوه بارتو في لي فارماسي في تونس الجمهوريه الكل. واهم من الحاجات زاد اللي تقلق واللي معروف معناها يقول لك هشاشه العظام، اي من الحاجات اللي ممكن تدل للمراه قاعده تحضر في المينوبوز ولا ديجا في البيريود هذيك. اكزاكتومون في اوباليا عندنا زاد برودوي كالسيدوز هكا، اي كالسيدوز بلوس البريود نتاع المينوبوز. اذا المراه تنجم ال ديفلوب من بعد اون اوستيوبوروز اللي هي هشاشه العظام، يكون عندها زاد وجيعه في المفاصل. دونك نحن في اوباليا اون ديفلوبي ان برودوي كونسو بور سا اللي هو كالسيدوز بلوس، عباره على اسوسياسيون نتاع كالسيوم وفيتامين دي. داكوغ دوزاجهم به برشا لي دو زيليمون. دونك نلقاوه زاد في الفارماسيات الكل، موجود في لي فارماسي الكل. فما حاجه للبوفيه شالور معناتها اللي نقول احنا الفواره ولا لا؟ عندنا لي بوفيه شالور سي ان ميديكامون هو ما نجموش نحكيو عليه مالوروزمون، اما تستشير طبيبها والا الفارماسيان نتاعها ينجموا ينصحوها. دونك ديما احنا نقولوا اوبالي ريكورداتي ممكن احنا نحكيو على كومبليمون اليمونتيغ، خاطر نحكيو كان على كومبليمون اليمونتيغ، اما راهو فما ادويه تساعد على كل امراض حكينا فيهم راهو في الميديكال، خاطر راهو مخابر معناها عالميه في صنع الادويه وبالحق معناها بشهائد وتقنيات عالميه وبايادي تونسيه. هذا الباهي حاجه باهيه برشا في مخابر اوباليا ريكورداتي. احنا ممكن نحكي على الكومبليمون اليمونتيغ اللي هما يتصنعوا بنفس التقنيه وبنفس المراحل نتاع المراقبه بنفس الشهاده نتاع صنع الادويه. ما نكومونيكيوش على الادويه، نحكيو على الكومبليمون، اما راهم الادويه نتاع اوباليا راهو حاجه دو فالور في تونس وفخر لينا. سي دي برودوي دو كاليتي، والحاجه الباهيه زاده في الادويه نتاعنا اوباليا ريكورداتي سي دي برودوي كي سون اكسيسيبل لعامة الشعب، ماهمش برودوي غاليين، يعني اي مواطن تونسي كل سوا المقدره الشرائيه نتاعو ينجم يشري الدواء سون سوسي. اكيد ميرسي بوكو هاجر هيشري مندوب طبي من مخابر اوباليا ريكورداتي، وميرسي اوباليا ريكورداتي على راسهم مدام الهدم. ميرسي بوكو على الثقه نتاعكم بالنسبه للبرنامج الميديكال، وان شاء الله في مواسم قريبه. وميرسي لكل من تعاون معنا من مخابر اوباليا ريكورداتي.
ما نحبش نسمي باش ما ننساش اما يعرفوا بعضهم. ميرسي ميرسي بوكو على الثقه البرنامج الميديكال. خلينا نخرجوا فاصل ونواصلوا بعد شويه. مرحبا بكم مره اخرى في بلاتو برنامج الميديكال. كما وعدناك باش نحكيوا على وسائل منع الحمل. هذاك علاش بحثنا نتخصص شفا رانيا البحري. مرحبا بك رانيا. عاشك بيك عاشك. دونك اليوم ما هيت نعطيو فكره للناس على وسائل منع الحمل. شنو ما الوسائل هذوما؟ باهي عنا الوسائل باغيير اللي هما نحكيوا عليه البريزيرفاتيف يعرفوا الناس الكل. نلقاو زيد حبوب منع الحمل. عنا الاله اللي تتحط معناها في وسط الارحام. اي. وعندنا لي كونتراسيبتيف انجيكتابل اللي هي الزريقه اللي تزرق تحت الجلده، وعندنا لامبلون اللي هو يتحط تحت الجلده زايده. فهمتك. بالوسائل هذوما فما تغيير اخر؟ فما حاجات اخرين ممكن ولينا نستعملوها في العالم مازالت ما وصلتش لتونس ولا حاجه؟ نورمالمون هذه ما هما اللي موجودين توا في السوق، نفس لي مويان دو كونتراسيبسيون. جوست معناها نحن ماذا بينا نستعملوا لي كونتراسيبسيون اللي يكونوا افيكاس وما عندهمش ان روتونتيسمون كبير على البدن. فهمتك. شنو ممكن ما نحبش نخير انا ما مثالش كنا نقولوا للناس شنو ممكن الوسائل اللي عطاو نجاعه اكثر في منع الحمل وما عندهمش برشا ديزافي نيجاتيف؟ الإيلة توا هي المرشحة أكثر واحدة بلو إفيكاس معناها، ومن بعد لابيلول كونتراسيبتيف. البيلول كونتراسيبتيف اللي هي إفيكاس بنسبة 99%. واو. به الإيلة ممكن نستعملوها بعد ما نولدوا، مش جنفيت تعمل إيلة؟ جنفية ولا إمرأة ما زالت كي عرست وتحب تصبر، أول وسيلة تنجم تستعملها هي ما حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل اللي بكري في ليكوليس قلت لي راهم أنواع، معناها حتى في معناتها الكومبوزون تاعهم متنوع مختلفين. دونك شنو الانواع الموجودين في السوق التونسيه مثلا؟ باهي عندنا احنا زوز انواع. فما لوستخو بروجستاتيف اللي معروفه زاده بالبيلول كومبيني اللي هي تتكون من دوز هرمون، لوستروجين والبروجستاتيف. الانواع اللي تختلف زاده في الكومبيني حسب الدوزاج نتاع لوستروجين والتيب نتاع البروجستاتيف اللي موجود. باش نلقاو النورمودوزي وباش نلقاو الميكرودوزي. النورمودوزي معناها دوز الاستروجين فيها، الاستروجين فيها كامله 50 ميكروغرام. والميكرودوزي تكون الدوزه نتاع الاستروجين اقل من 50، ما بين 15 و 40 ميكروغرام. بالنسبه للبيغمون بروجستاتيف، اسمع على جسمها بيغمون بروجستاتيف، فيها كان بروجستاتيف اكهاب. الأكثرية نعطيوها للنسي اللي عندهم ريسك ميتابوليك وإلا فاسكولير، يعني سندروم ميتابوليك اللي هو المرأة تتقلق من أقل حاجة ما يتقلقها، عندها كالإحساس بالتقيع وإلا التقيؤ، تحس فما اون أكوميلاسيون دي غريس سورتو في البارتي أبدومينال، التو متاع الجليسيمي في بدنها مرة طارع مرة هابط أنورمال. وكيف ممكن عندها مشكله في نقول لنا في الوراثه، ممكن مشاكل نتاع بالضبط الشرايين نتاعها؟ صحيح. العامل الوراثي يلعب دور كبير في الريسك فاسكولير. باش نلقاو مثلا اللي صارت لها فما في الكا مثلا الانفراكتوس دو ميوكار، جلطه القلب هي جلطه الدماغ هي، والا فما ان تروبل دو كواغولاسيون معناها مشكل في التخثر الدم. فهمتك. معناها ان يكون معناها في العيله والا هي ديجا المراه مريضه به ولا مرضت بها قبل. متفقين. به لهنا اللي فهمته معناها ما نجموش ناخذوا لي بيلول هاني مشيت للفارماسي وخذيت بيلول على روحي. لو شوا دو كونتراسيبسيون يقرروا الطبيب. دونك لازم اي امراه تحب تصبر تمشي للطبيب اخصائي توليد والا قابله، ولا تو سامبلومون تمشي للتنظيم العائلي. غاديكا يصير ان انتيروغاتوار، نسالوا معناها على فاكتور فاميليو الموجودين، معناها فماش امراض قلب، امراض القلب والشرايين نقولوا عليهم، والا لي فاكتور بيرسونيل، مرضتش هي بحاجه، دمشي هي على حاجه تخش في تريتمون معناها. ولا خذيتش قبل التريتمون، وزيده يصير صحيت ان اكزام كلينيك. وفما بارا كلينيك، لي كلينيك اللي هو باش ناخذوا البريز نتاع التونسيون، بريز دو بوا، معناها نشوفوا المراه قداش توزن، العمر نتاعها، التونسيون نتاعها، اذا عندنا اي شك معناها في الامراض الشرايين الكل
تقدري يعملوا جلطات تضم الحراب شوي. وزيدا نعملوا ان اكزام دو سان، معناها بالباسون دو سان باش نشوفوا اذا عندها نودول ولا عندنا شك في حاجه. هاكا معناها تنجم تكون اون كونتر انديكاسيون للبيلو. فهمتك. والاكزام بارا كلينيك هما دي اناليز يتعملوا اللي هما من الانفيس. الانفيس هذيا باش نشوفوا فيه النبخ نتاع البلاكيت اللي موجودين في البدن باش هكاكا نعرفوا فما تخوبل دو كواغولاسيون والا لا. لي غليسيمي اجان التريغليسيريد والكوليسترول. علاش؟ على خاطر لي هرمون لي بيلول استروبروجيستاتيف خاصه ينجموا يبدلوا في التو دو تريغليسيريد والكوليسترول في الجسم. ودونك يعملونا برشا مشاكل. وي اي نحبك تقولي لنا شنو هما المشاكل اللي نجموا يعملونا لي بيلول هذوما. لو فيت كو المراه تمشي تاخذهم وحدها، وساعات لي جون في راهم يمشوا ياخذوهم وحدهم على اساس باش يوخروا العاده شويه، يوخروا معناتها العاده الشهريه نتاعهم، على ما نعرفش على خاطر باك سبور هذايا نسمعوه ونشوفوه في عائلاتنا معناها. دونك راهو فما مخاطر كي نمشيو وحدنا للفارماسي وناخذوا هكاك لي بيلول. هو الطبيب ديجا كي يعمل الانتيروغاتوار نتاعو ويعمل ليكزامان كلينيك وبارا كلينيك هذايا، دونك هو يحكي مع الباسيونت نتاعو على لي زيفي انديزيرابل معناها نتاع البيلول، وانه ما لازمش توقف عليها وحدها والا وقتاش تستعملها. معناها انا ننصح اي امراه ما تاخوش حربوشه مثلا، انا شكروا لي الماركه الفلانيه نمشي ناخذها ديريكتومون وهي ما تمشيش مع بدني، خاطر تو سامبلومون تنجم ما تمشيش مع بدنا. هذه ما نحكيوش على لي زيفي انديزيرابل اللي هو اي حربوشه تنجم تعطينا ديسيني معناها ثانويه كيما اي تريتمون ناخذوه. اما فما قولي لنا لي ديتاي مثلا اللي تستعمل تنجم تحس في البيريود اللي تستعمل فيها في البيلول ولا لو شهر الاولانيين، انه مثلا تحس الاحساس بالتقايا والا التقايا والا انه لوغمونتاسيون دو لابيلوزيتي، معناها تحس تولي مشعره فوق من الليزان. تونسيون دو لا غلاند مامير، معناها تحس صدرها واقف فوق من الليزان والا يولي سنسيبل، معناها حتى كي تعدي هكا يدها كل شويه تحس السان تاعها سنسيبل. قام على اعصابهم ساعات صحيح، نجموا تعمل بتيت معناها ميغرين وجعة الراس. هذا هو لوغمونتاسيون بتيت فيبل اوغمونتاسيون دو بوا. هذيك علاش احنا مش ننسى الكل اللي ياخذوا البيلول، على خاطر كيف ما قلنا اللي هما يبدلوا في التوم تاع الكوليسترول والتريغليسيريد تولي معناها اللي كونتخ انديكي انه تستعمل لابيلول كونتخسيبتيف. دونك يلزمني نمشي للطبيب نتاعي ولا للساج فام باش هي تعمل لي لونكيت هذيا وتسالني بالكدا تعرف شنو ممكن الامراض الوراثيه اللي في عائلتي باش تعطيني البيلول اللي نجموا يتمشاو معايا. صحيح. لهنا رانيا ساعات نسمع نساء يقول لك انا والله استعملت هذا شهر باش بدني ما يتعودش عليها مشيت خذيت بيلول اخرين، حتى النوع هذايا نعملوه من روسنا ولا يلزم ديما تحت استشاره طبيب، ولا هو من الصحي نبدلوا لي بيلول ولا هو ديجا الطبيب كي باش يعطيك تستعمل اون بيلول كونتراسيبتيف بعد ثلاثة شهور باش يعمل لك كونترول، معناها واحد ياخذ كونتراسيبسيون بعد ثلاثة شهور كونترول، بعد ثلاثة شهور اخرين كونترول، وبعد يولي كونترول تشاك سي موا. معناها اذا ما عندكش اعراض ومقلقينك وكل تنجم تكمل بالبيلول حتى كشي يجي فتره حتى يجي الموعد معناها الكونترول نتاعك مع الطبيب، والا اذا حسيت الاعراض قلقك فوق من اللازم وتحب تقص على الكونتراسيبسيون نقول لك هوني لي خذ رونديفو بلو بريكوس معناها على الكونترول مع طبيبك باش هو يبدل لك ان اوتر مويان دو كونتراسيبسيون. ما عنديش الحق نوقف لي بيلول من راسي معناها؟ اذا في صورة ما انت معناها عامله الكونتراسيبسيون هو اللي في اون فيت علاش احنا نستعملوا كونتراسيبسيون باش نمنعوا الحمل. اذا انت فريمون خديت ديسيزيون بصاي تقص عليها دونك لازمك تستعمل اون كونتراسيبسيون باريير، معناها باش نوقف انا على الكونتراسيبسيون نستعمل بريزرفاتيف حتى كشنين يجي الموعد نتاعي مع الطبيب. فهمت. بي voilà. ما فماش كونتراديكسيون لو فات كو انا معناتها نقص وقفت اليوم الحراب على اساس قلقوني مثلا، ومعناتها الريسك الوحيد اللي انا نجم نحبل وكها وهذيك هي المشكله. هو هذيك هو مش حاجه صحيه، ولازم ديما اي واحد معناها حتى باش يقلقوا انا باش ناخذ حتى تريتمون عادي لازم ديما نشاور الطبيب نتاعي باش يبدا معنا في بيلو بكل شيء.
لهنا العباد اللي ممكن باش يستعملوا اول مره لي بيلول، طريقه الاستعمال ساعات نسمع برشا لخبطه، ساعات واحد يقول لك انا بعد مثلا بعد ما خديت لي بيلول قعدت مثلا 5 جوغ باش يجوني لي ريغل، الاخر يقول لك لا لو لوندومان جاني، الاخر يقول لك والله نسيت الحربوشه هذيك في وسط الجمعه دونك عوضتها من غدوه. دونك كيفاش لازم ناخذوهم بطريقه صحيه ما تاثرش على صحتي وتكون النتيجه نتاعهم باهيه. هو انت ديجا واحد مشى للطبيب عطى اون كونتراسيبسيون، اول حاجه يسال عليها كيفيه الاستعمال الصحيحه ووقت اللي تنساها شنيا تعمل. اما مثلا باش ناخذوا احنا ليكزامبل نتاع اون تابليت فيها 21 حبه وبعديك باش تعمل اون بوست دو 7 جوغ، دونك تاخذ الحبه الاولانيه من النهار الاولاني نتاع لي ريغل بوندون 21 يوم، باش تعمل بوز نتاع 7 ايام، لو 8 جوغ ترجع تستعمل معناها البلاكيت الجديده. في الست جوغ هذوك ينجم يكون فما علاقه مع زوجه ولا فما غيس؟ تنجم تعمل علاقه مع زوجها. معناتها يجي وقتها مش لو لوندو. لا هي لوفيلاسيون ديما ترجع بعد 7 جوغ. اوكي. بي وفما زاد معناتها التابليت تقام فيهم 28. 28 شنو الفرق بيناتهم هم؟ هما ديما فرق انه الدوزاج نتاع الاستروجين بين معناها في السيكل مش نفسها، باش نلقاها مثلا نلقاها دي بيلول مونوفازيك معناها نفس الدوزه توتولون دو سيكل، والا بيفازيك مثلا تستعمل لمده 21 يوم وفي 7 ايام هذيكم باش تلقاهم دي كومبريمي انكتيف معناها ما يعملوا حتى شيء. اوكي. معناتها باش تعمل بوس. فهمت. اما هما تاخذ فيهم دي بيلول. صح. المراه اللي غلطت نسيت نهار شنو يصير؟ اذا تاخذ في لوستخو بروجستاتيف اذا عملت اكثر من 12 ساعه تاخذ بيلول نتاعها وتعمل وتستعمل بريزرفاتيف لمده 7 ايام. اذا اقل من 12 ساعه توقف لي بيلول اخرين؟ لا تكملها. تكملها. تاخذ الحربوشه اللي اللي نسيتها وقت اللي تفكرتها باغ اكزومبل، شوف قداش ابوبخي معناها الوقت نتاع النسيان. مثلا انا مستيسه ناخذ الحربوشه نتاعي 8 نتاع الليل، تفكرتها ل 11 نتاع الليل، انا ما خديتش حربوشتي، ناخذ حربوشتي ونكمل ناخذ معناها الحربشه نتاعي كيما مستيسه. اوكي. مثلا انا مستيسه ناخذ 8 نتاع الليل، تفكرتها كان 8 نتاع الصباح من غدوه، ناخذ حربوشتي ونستعمل بوندون 7 جوغ معناها كي سويف النهار هذيك بريزرفاتيف مع لي بيلول. وي. معناتها على خاطر ديما فما وقت اللي نسيت اكثر من 12 ساعه فما ريسك دوفيلاسيون. اما اذا كانوا لي بيلول بروجيستاتيف بور نوليو نحسبوا 3 سوايع، اذا اقل من 3 سوايع تكمل عادي البريز لا بيلول نتاعها، اذا اكثر من 3 سوايع كيف كيف تستعمل ان كونتراسيبتيف باريير كيما البريزرفاتيف. فهمتك. معناها ما نوقفوش على حرابشنا، ما نوليو نزيدوا اضافه اخرى منع اخر الحمل. تكمل التريتمون نتاعك وتستعمل البريزرفاتيف باغ اكزومبل. وبيان سور ديما نذكروا اي مراه تحس اي تقلق ولا حاجه، ساقات نفخت، تحس في زروقيه، حكايه تمشي تجري للطبيب توقف على بيلول، راهو وقتها راهو ريسك كبير وما ناخذوش لي بيلول من روسنا. به فما سؤال اخير كان تسمح، يقول لك مثلا المراه اللي فاتك مثلا حست روحها مثلا ما نعرفش انا ممكن فما حبيله ولا غابور نو بروتيجي، دونك تحب تنقض مثلا ما تحبش تحبل هي، دونك تنجم تاخذ بيلول من غدوه ولا حاجه ولا فما بيلول تتسمى لا بيلول دو لوندومان. اي هي ستون كونتراسيبسيون دورجونس مثلا في صورت ما هما يتباعوا وحدهم ولا تبع يتباعوا وحدهم؟ يتباعوا وحدهم، فما دي ديفيرونت فورم وحسب الكومبوزيسيون نتاعهم. ناخذوهم بعد 3 ايام الماكس 5 ايام بعد الغابور نون بروتيجي. فهمتك. مثلا انا نسيت الكونتراسيبسيون نتاعي، انا نستعمل في مثلا نستعمل في حرابتي انا نسيتها وعملت ان غابور نون بروتيجي وعندي شك فيه، دونك نولي ناخذ الكونتراسيبسيون دورجونس هكاك باش نحمي روحي من ريسك نتاع الغروسيس. فهمتك. هذا وبيان سور بعد استشاره الطبيب مش من راسي نمشي. بالطبيعه. هما بزاد فيهم دي هرمون اللي في. اي. دونك ما نلعبوش في حكايه دي هرمون. ميلا. ميرسي بوكو راني، يعطيك الصحه على المعلومات الكل، وان شاء الله كنا افدنا الناس اللي تتبع فينا سواء الناس اللي تاخذ في لي بيلول حرابش نتاع الحباله والا اللي ناوي باش ياخذهم والا لي جون في خاصه. انا قلت ساعات
ناخذ كيك على خاطر نحب نوخر شويه من العاده الشهريه نتاعنا، على خاطر ما نعرفش عندها باك سبور، عندها عرس، عندها مناسبه، دونك ماذا بينا لا يلزمنا ديما نراجعوا الطبيب نتاعنا. خلينا نسمعوا تويكا تيمونياج اللي معنا على خاطر باش نحكيوا على الرضاعه عند الام، ومش كما العاده باش نحكيوا على الرضاعه طبيعيه برك، باش نحكيوا حتى لو فيت كو الام ما عندهاش حليب ولا ما عادش تنجم ترضع، شنو لازمها تعمل. ديما برنامج ميديكال، انا اميمه عمري 28 سنه، عندي 4 اشهر من اللي ولدت، 3 اشهر لين رضعت ولدي رضاعه طبيعيه عادي، ميم شهر ثالث الحليب وحده قص عليا، اضطريت اني ندخل له حليب البودر وليت نشرب فيه في الحليب البودر. فما اللي يقول لي باهي، فما اللي يقول لي خايب، هو صحيح البيدياتر نتاعو قال لي باهي وعطاني نوع نتاع حليب، اما انا قعدت ما بين معناها حاسه روحي باللوم اللي انا الحليب وحده قص عليا، ما عطيتش لولدي المناعه من عندي. نحب نعرف اسكو صحيح الحليب البودر هو باهي ومكمل للنمو نتاع الصغير وإلا لي. إن شاء الله تحكيوا فيه الموضوع هذايا وتزيدوا تفهمونا أكثر ونعرفوا معناها كان في كيما حالتي أنا، كان أم يقص عليها الحليب، إسكو الحليب البودر به ولا لا. دوك هذه تيمونياج كانت معانا تحكينا على الرضاعة نتاعها اللي هي كانت 3 أشهر وقصت وتحب ترجع ترضع صغيرة ولا تعطي صغيرة الحليب الحكوك. معانا اليوم الدكتورة سفيان المحرزي أخصائي في طب الأطفال، مرحبا بك دكتور. مرحبا عايشك. دونك كما كنت تسمع معنا برشا نساء يقول لك انا ديما تحكيوا على الرضاعه الطبيعيه والاهميه نتاعها، انا ما نجمتش ولا قصت الحليب والا عندي اسباب صحيه ولا حتى نفسيه ما خلتنيش الرضاع صغيري، تحملوا فيها في كي نقول انا ضغط نفسي، تحسوني لي انا مقصره في حق صغيري كيف انا عطيته حليب الحكوك. مانيش نشجع على حليب الحكوك، ولكن مثالش نفسروا للنساء هذوما ممكن شنو ما الطرق الصحيحه ولا الحليب هذاك ممكن شنو فيه باهي وشنو فيه خايب. شوف هو اول حاجه يلفو ديكولبابيليزي النساء بالنسبه للرضاعه، فهمتي؟ فما نساء تنجم ترضع وفما نساء ما تنجمش، والرضاعه راهي هي سي ان شوا بيرسونيل. اول حاجه هذيك دونك ديما احنا نشجعوا باش المرأة ترضع من صدرها، فهمتني؟ هذوك لي ريكومونداسيون تاع منظمه الصحه العالميه، الرضاعه اكسكلوزيف او سان معناتها مصدرك هو حطيكش للست شهور ومن بعد ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير. بون ولي ريكومونداسيون يتبدلوا، لي ريكومونداسيون اوروبيان مثلا ديفيرسيفيكاسيون من 4 شهور، مي الناس الكل تتفق اللي احسن حاجه هي الرضاعه من صدر الام، فهمتني؟ اما ما يلزمش واحد يعمل بوكو دو بريسيون على الام ويضغط عليها، فهمتني؟ باش ترضع، فهمتني؟ هو كيف ما قلت لك سي ان شوا بيرسونيل، فما نساء تحب ترضع وفما نساء ما تحبش ترضع، وهذاك حق. فما اللي تنجم سورتو كلمه تنجم وما تنجمش ترضع. والنساء اللي تحب ترضع النساء اللي تحب ترضع مش كلهم يخلطوا باش يرضعوا، فما نساء كيف ما توا سمعنا اللي يقص عليهم الحليب، فهمتني؟ هي ديما احسن حاجه يلزم المراه ترضع من صدرها وديما تحاول باش ترضع، على خاطر الصدر كلمه يسكن قد ما تخدمه قد ما يجاوبك خير، فهمتني؟ دونك كي ترضع وتعاود ترضع وديما تحط في صدرها البيبي في صدرها قدرة ربي يجيها الحليب، فهمتني؟ مي فما حالات اللي مثلا الام مرضت، فهمتني؟ ولا ظروف نفسيه ولا حاجه اللي تخلي الحليب يشي حلها، بون هذه حاجه من عند ربي الله غالب هذاك. دونك لهنا ما يلزمش واحد يكولبابيليز المراه يحملها ما لا طاقه لها به، فهمتني؟ دونك يلفو با لا ديكولبابيليزي، والحمد لله يا ربي ولاو فما بديل الحليب أحسن. الام اللي البيدي. هو الحليب الحكة به الحليب الحكة برشا عباد يقول لك ليه ما تعطيهش ونتغشش انا كي ندخل نلقى ام حاطه حليب حكة بحثه صغيرها ولا تعطي في صغيره حليب الحكة، علاش نتهموا فيه الحليب هذا؟ شنو فيه ممكن خايب شنو فيه به؟ هو اصلا مش متكون، باش نزيدوا نفهموا شوي خاطر راهو برشا انواع احنا في السوق التونسي. هو راهو شوف حليب الحكة سي دو ليد فاش، حليب نتاع بقره به، مي الحليب هذا الى يتي موديفي صار فيه تغييرات وتبدل، فهمتي؟ باش يولي يشبه الحليب الام. دونك معناتها من ناحيه التغذيه باهي باش ياثر على صغيري مثلا، ما ياثرش على الصغير. بون فما صغار يعملوا ديزانتوليرونس للحليب الحكه، اي
فهمتني؟ دونك هذوك ما يقلقهم، والحمد لله بون لقاو لهم فما بديل، لقاو حليب سبيسيال للصغار اللي عامله حساسيه على حليب الحكه، الحليب البقري. فهمتني؟ مي حليب الحكه في الاخر يشبه على الاخر الكومبوزيسيون نتاعو الحليب الام، وإي لا إيتي أونغيشي، فما حاجات ناقصه في حليب الام. فهمتني؟ زادوها في حليب الحكه، مش معناتها أن نشجع كان على الرضاعه من حليب الحكه، مي سي ان فيت، مثلا حليب الام ما فيهوش برشا حديد. حليب الحكه إلا إيتي أونغيشي بالحديد. حليب الام ما فيهوش فيتامين دي، حليب الحكه إيتي أونغيشي أون فيتامين دي، الفيتامين دي معروفه باش تقوي العظم. فهمتني؟ تعاون على النمو، تقوي العظم، تعاون على لابسوربسيون تاع الكالسيوم في تيوب ديجيستيف، تعاون على الفيكساسيون دو كالسيوم على العظم. فهمتني؟ الحديد يعاون على مقاومة فقر الدم بالضبط، اللي هي تجي للصغيرات، على خاطر ما ننساوش راهو الصغار سي ان اورغانيزم اون كروسونس، معناتها الصغير ماشي وقاعد يكبر يكبر، دونك لو فيت اللي هو يكبر يتطلب برشا حديد، برشا كالسيوم، برشا نوتريمون، هذوك نلقاهم في حليب الام. فهمتني؟ بون الحديد والفيتامين دي لي فهمتني، لا تونور معناتها اي فيبل في حليب الام، لازم الام تاخذهم بالكدا معناها باش يكونوا موجودين في حليبها. يعطيك الصحه، دي كومبليمون كوميم. تزيدوا هذوما الحليب الحكه اي تي انريشي اون كالسيوم اي اون فيتامين دي، وهو في الكومبوزيسيون نتاعو حاولوا لي زاندستريال باش يردوا يشبه ياسر الحليب الام. فهمتني؟ على خاطر ما احسنش من حليب الام للبيبي. فهمتك به، فما نساء اللي تنجم تنوع، نقول انا به المراه اللي نجمت تترضع تقول لك انا الرضع مثلا ثلاثه اربع رضاعات من عندي ونعمل دو بيبرون من حليب الحكه باش ينجم يقول انا يعوض لي فيتامين ممكن ناقصين عندي ولا حاجه هكا، صحي هذا ولا التنوع نتاع الحليب؟ لابخوش التنوع تنجم تصير، فما لابخوش اي اوتر، اون فيت فما نساء مثلا حليبهم ما يكفيش باش ترضع نهار كامل. نهار كامل. دوكو هي بيدها والا فيزيكمون تتعب، على خاطر سي با ايفيدون باش ترضع صباح وليل، فهمتني؟ كل ساعتين ثلاثة سوايع أربعة سوايع، دونك فما نساء تتعب، تقول لك أنا نعاون روحي بحليب الحكة سيرتو في الليل، فهمتني؟ وفما مثلا نساء اللي احنا بون الله غالب في تونس نساء تاخذ كونجي شهرين أكاهو. إي. فهمتني؟ بعد شهرين ترجع تخدم، فما نساء اللي عندها بزايد حليب او كي يجبدوا الحليب يحطوه في الفريجيدير، فهمتني؟ والبقيه يوليوا يتلزوا يستعملوا حليب الحكه. بون الحمد لله يا ربي كيف ما قلت لك حليب الحكه معناتها توا الموجود عندنا في تونس ديكسيلونت كاليتي، دوكو ما فماش مشاكل معناتها نتاع كارونس وكل شيء، مي المفيد نرضعوا فهمتني؟ ونحاولوا نبعدوا على حليب الباكو. فوالا هذه اهم حاجه حبيت انا نجيك للنقطه هذه. فما عباد اللي صغيرهم يوصل، خاطر شو نحكيو كيما التوانسه الكل، حليب الحكه اوكي قلت لي فيه برشا منافع وكل شيء، الام ممكن ما نجمتش ترضع، ولكن غالي معناها بالحق، معناها الحكه راهو تشدك ساعات ثلاثة ايام بالنسبه للصغير يشرب مثلا حليب عادي، غاليه الحكه، دونك الوالدين تحسهم ديك صغير يوصل 8 اشهر 9 اشهر يلا دخلنا له الباكو الحليب. لهنا راي الطبيب شنو هو طبيب الاطفال خاصه؟ سكتني قلت حكايه الفلوس سكتني. هو الصحيح اللي هو غالي حليب الوغ شوف حليب صحيح حليب الحكه راهو غالي. فهمتني؟ دونك توا الكونجونكتور ايكونوميك صعيبه والله فهمت، اما واحد اللي يقدر باش يعطي لو ماكسيموم نتاع حليب الحكه ديما خير من حليب الباكو، على خاطر لا علاقه. نعطيك اكزومبل في لي دو كروسونس، اون فيت هو فما حليب بروميير اج دوزيام اج، وفما لو لي دو كروسونس اللي هو تخوازيام اج. وين نحب نحكي لك على لي دو كروسونس، على خاطر احنا حتى العائلات التوانسه يحاول يوصل للبيبي للعام بحليب الحكه، ومن بعد يقول لك سي حليب الباكو. فهمتني؟ دونك لهنا الحليب تخوازيام اج فهمتني اي انكومبارابل بحليب الباكو. نعطيك اكزومبل فهمتني؟ دونك حليب الحكه فيه 50 فوا اكثر، معناتها 50 مره اكثر حديد من الحليب البقري. داكوردو احنا لهنا علاش نحكي برشا على الحديد؟ على خاطر اون فيت الحديد ليزي يعطي فقر الدم وكل شيء، من بعد ديزيتود فما دراسات صاروا اللي ظهروا اللي ياثر حتى على الذكاء. فوالا فهمتني؟ هذا خاطر هذا اللي قريته، هذا علاش من الحاجات اللي حابين نحكيو فيه في الموضوع، انه يقول لك الحليب نتاع تخوازيام ماج اللي برشا توانسه نحكي على روحي مثلا ما نوصلش نعطي، خاطر نقول انا سي بون معناها ذاهب لحكه وكل شيء. اما من بعد نقول كي قريت الغوشيرش يقول لك اللي هو يكمل يعمل كواسونس نتاع الجهاز العصبي وينمي الذكاء
قلت لازمني نحكي فيه الموضوع. هو اون فيت نقص الحديد. أو باش نعطيك اون ابروش ايكونوميك، اون ابروش ايكونوميك. انت اذا كان تحب تعطي حليب بقري للصغير، حليب باكو، يلزمك باش تعطيه لي زابور، هو الشيء يستحق بدنه حديد، يلزمه ياكل في النهار 150 غرام لحم. ديزون 100 غرام لحم. داكوردو؟ دونك انت باش دونك شوف كيلو اللحم قداش باش يشدك. اذا كان انت ولدك كل نهار تعطيه 100 غرام لحم. فهمتني؟ اون فيت كيلو لحم باش يشدك 10 ايام جمعه اكثر شويه اقل شويه. هو ديجا تلقى روحك انت اغلى من حليب الحك. فهمتك. فهمتني؟ معناتها تشري حليب حك اللي هو بلوز ادابتي للحاجيات الصغير في النمو نتاعو. فهمتني؟ توفر له لي بوزوان. بون هو ساهل راهو لي بوزوان نتاعو شنو هما؟ 250 مليليتر حليب لي دو كروسونس. فهمتني؟ بون 250 مليلتر ومن بعد اعطيه ياكل اللي يحب. انت كيف اعطيته 250 مليلتر ان بون بيبرون نتاع حليب ثوازيام اج هكاك غطيت لي بوزوان. باش بيبرو بركه في النهار. يعطيك الصحه. ومن بعد اعطيه اذا كان تحب تخفف على روحك. مش لازم من الصباح لليل وهو ياخذ حليب حكه، فهمتني؟ ما فيها باس، اعطيه 250 مليلتر باش واحد يكون ان بو لارج 300 مليلتر، فهمتني؟ ومن بعد الباقي اعطيه الياغورت، اعطيه الحليب اللي تحب عليه، وياكل ماكله معانا زاده مش باهي صغير تقعد ما تنسو كان بالحليب. يلزم زاده اون اليمونتاسيون بالضبط ريش اي ديفيرسيفي، فهمتني؟ باهي، وزاده فما لي كومبليمون اليمونتيغ، زاده فيتامين دي ما لازمش نقصوا عليه، ديجا اللي عطونا طبيب من اول ما يتولد الصغير. اي الفيتامين دي بون هو اوغوزمون موجود في الحليب، فهمت؟ اما راهو لي ريكومونداسيون جدد توا اون ماتيغ دو فيتامين دي هو ل 18 عام، ما عادش ل 18 شهر. اي على خاطر انت عندك البدن اللي سيت ان اورغانيزم اون كروسونس. داكوردو دونك قد ما يكبر العظم، قبيلك حكيت لك على الفيتامين دي، قلت لك راهي هي تعاون على لابسوربسيون الهضم نتاع الكالسيوم، فهمتني؟ يتعدى الكالسيوم للبدن، فهمتني؟ الي ميتابوليزي ومن بعد يقوي الفيكساسيون، تلصق الكالسيوم في العظم، دونك يصبح العظم قوي. نرجعوا نحكيو باهي، قلت لي ناخذوا لي كومبليمون نتاعنا نتاع الفيتامين دي ما نقصوهمش في 18 شهر بركه، هذه حاجه باهيه ومعلومه جديده ديجا معانا في الميديكال. زاد يقول لك باهي هكا فما باكوات حليب فيهم ملتي فيتامين وفيهم فيتامين دي، ما ينجم يكونوا مقارنه مع الحكه ولا الوغ؟ شوف الحق نتاع ربي، هو صحيح فما حليبات زايدين فيهم دي فيتامين وفيغ وكل شيء، اما انا ما عنديش اون اتيود سيانتيفيك لوجيك، فهمتني؟ اللي تقارن بين حليب حكه وبين حليب هذاك اللي وبين الحليب هذاك اللي يكون فيه اللي الناس الكل يستعملوا فيه. فهمتك. فهمت؟ دونك ما عنديش اون اتيود، دونك الحق ما نجمش نحكم، ما نقولكش لهذا. ديجا انت ما قلتلناش كونوا اكروشي ياسر للحليب الحكه، قلت لنا بيبرو بركه في النهار ياسر. ان بيبرون ومن بعد اعطي اللي تحب. اعطيه هيك. فهمتني؟ وفر له 250 300 مليلتر حليب حكه هذاك باغ جور. فهمتني؟ وهما توا يقول لك الحليب لي دو كروسونس حتىكش لثلاث سنين، يا خويا وصلوا لثلاث سنين. فهمتني؟ هكاك تكون انت عملت واجبك ك بارون نتاع صغير، فهمتني؟ تلهيت به بالقدا بقدرتك. ان شاء الله يداريونا في الاسواق وكا هو الاصحاب الشريكين. خلينا توانسة نتذكيو من الصغر. اي احنا نحبوا التونسي ذكي هذا هو ذكي حتى في جيب التونسي. ميرسي بوكو دكتورة سفيان المحرزي اخصائي في طب الاطفال، ان شاء الله في فرص اخرى تجي بحلنا في الميديكال. دونك خلينا نخرجوا فاصل ونرجعوا بعد شويه.